Wow! Yes! رجعنا مع عبدلي. رجعنا مع عبدلي شوتان. قبل ما نتعداو للفن الشعبي، ملك من ملوك الفن الشعبي في تونس، نحب نقول لكم الخميس الجاي نعرفوا الغانيون، واللي تحب تربح كرهبة دمدومة قمقوبة ابعث اس ام اس في حرف A على 85 899. يا ما نما 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 عيون يمان، يا ما نماني يا ماني يا مان، يا ما نماني يا ماني يا مان. والحمام اللي هويته علاها هجر الواكر وخلاني انا سقيته لحنان بكل علمته يضحك بكاني. وسيت ومسحت دموعه وفنيت عمري في طوعه، وكتواله جناحاته غدرني بدلها العشرة ورماني. يا ما نما 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 نماني يا ما نماني يا ما. تعيش قلبك لايع دمع عيونك فايع، وما تفيد الدمعات ما تفيد الدمعات. الذوق طعم المرة تكويك النار الحرة، قليل اللي فيهم حرة وما تدير الزلات. يا متبع البنات يا متبع البنات، عيش قلبك لايع دمع عيونك فايع وما تفيد الدمعات. شفرك نواح خلو شفرك نواح، تبكي ياسر وشوية ويعبوك جراح. في عمري عشقت بنية سكنت عيني، في عمري عشقت بنية سكنت عيني، في عمري عشقت بنية سكنت عيني، عيشتك البية هجرت قلبي ومشات. يا متبع البنات يا متبع البنات، عيش قلبك لايع دمع عيوني بايع ما تفيد الدمعات ما تفيد.
كتير زلات يا متبع البنات. شوية ويعبوك جراح بعمري عشان تبنية سكنت عيني بعمري عشان تبنية سكنت عيني بعمري عشان تبنية سكنت عيني عيشتك البية هجرت قلبي ومشات يا متبع البنات يا متبع البنات تعيش قلبك لايا يا ملي 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 توحشت عيونك ودلالك وجنونك يا ملي توحشت عيونك ودلالك وجنونك قلبي والله من دونك ما اقدر يعيش ما اقدر يعيش يلي 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 ناجي بالنجمة برافو خويا مرحبا بيك نورتنا وجودك يا بابا عايشك مرحبا بيك أول مرة بحضرنا في عبدلي شو تايم أول مرة الحقيقة ما ندمناش والببليك ما ندمش واللي يتفرجوا فيك سيسير راهو تمتعوا وأنا بيدي ما ندمش اللي جيت بحبيكم عايشك ناجي بالنجمة مسيرة كبيرة في الفن الشعبي كي نقولوا مثلا فما غنايات يمتبع البنات أخطاني أغاني الجمهور حفظها دخلت في الفولكلور نتاعنا في تاريخنا في عبد يسمع أختاني يلعب لي معناها أغنية معروفة الحمد لله الحمد لله الحمد لله واحد يخدم ويسعى باش يقدم القدام والباقي ديما على ربي كما نقولوا أنت تكتب وتلحن غنياتك أي 99% أنا نكتبهم ونلحنهم وأنا أول ما بديت نكتب ونلحن فهمت أنت بديت معناها تكتب وتلحن المغنيين أخرين هي كانت البدايه نتاعي كان فما مطرب معناها معروف هو شكون؟ سمير التونسي اسمه سمير التونسي اي كان في فتره معروف بالبدايه اي سيسير اي معروف مشيت انا وقت على اساس الشركه فهمت كانت شركه على اساس باش نعمل له البوم كي بديت معناها نغني لهم حضرت الاغنيه وبديت نغني لهم قالوا لي علاش ما تسجلش انت؟ بدات الحكايه مغادي انت معناها كنت تناوي تولي مغني ولا جوست بالنسبه لك انت ملحن لا لا في بالي معناها حاط القدام باش نولي نغني اما الفتره اللي بديت فيها معناها ما كنتش محضر روحي كنت صغير شويه فهمت؟ كنت نحب ندخل روحي في الدوام بشويه بشويه باش تفهموا صحيتك هيك علاش جات فترات في كاريرك غبت جمله اختفيت بورتون تعمل سكسيات كبيره ياسر فما ظروف ساعات تحكم في العابد وفما حاجات انا عندي زاده شويه بخل مش واحد ما يكذبش وفما فترات معناها تحس فما كل حواجز معناها في وجهك خاطر الاعلاميين يلزم معناها مش نحكي عادي من الاخر فما اعلاميين يخزروا لها مثل البلاتو عباره في دارهم
هو اللي يحكم فيه هو. معناه المطربين نورمالمون كما نقولوا انت تجيب المطربين وتعرضهم وتخليهم ياخذوا وقتهم باش يوصلوا صوتهم باش يوصلوه بالغناء، هو لا يلزم يكون هو راضي عليك، يا تكون انت مثال من صفه وتستدعاه وتكلمه وتجيه من اللوت. انا ما نجمهاش الحكايه هذيك، فهمت؟ فما ياسر وضح لي اكثر اش معناها تستدعاه ومن صفه. انا توا هاني نخدم فيها الخدمه ذي ما نعرفهاش، انا علاقتي بالفنانين يجيني بلاتو نفرح به، كان عرضني مره اخرى في الشارع ولا في الدنيا نفرح به، انا عادي في الاصحاب ما عنديش معناها. بيات نفسر لك انا لطفي، باش نحكي لك انا مثال الهادي زعيم، علاه ما تعديتش معاه الهادي زعيم؟ على اساس خاطر كنت ديما تعدى معاه في الموزايك عادي، من بعد نسجل في غنيه انا وبلتي نحضروا فيها، هي ما كتبتش المفيد وقت نحضروا فيها في استوديو، انا من بعد ما نكمل باش نطلع نخدم، طالع السوسه نخدم على روحي. كلمني هو قال لي اسمعني راني جيت نصور انا في استوديو. قلت واش تحب نعمل لك معناها جيت تصور؟ قال لي ارجع باش ناخذك انت وبلتي. قلت له انا ما نجمش، راهو خدمتي معناها ماشي للعباد، ما نجمش. من الفاز هذيك حسبها معناها كاني انا تكبرت عليه، وان فهمت كيفاش خذاه معناها حد كي عايط لاي مطرب ما يعيطليش يعني. وانا راني ما يهمنيش فيه في الاخر. لا انت نعرف، لكن انت تتوقع اني تم اقصائك على خاطر من هو خذاها بالمنطقه هذاك، يلزمني انا نجي معناها هو يقول لي الو ايجا نجي، انا مشني من النوع هذاك، انا وقت اللي بديت انا نغني انت ماكش معروف من اصله باش انا تو نجي معناها انت كلكو بار نوعا ما زادة ابار لي انت بخلي كما قلت لي وبعد ساعات عندي البخل، علاش باش نكذب عندي البخل؟ نوعا ما فئة من الإعلام ظلموك، يتصرفوا في تصرفات نورمالمون أنت إعلامي، فهمت؟ تخلي الحكايات الكل على جنب ونخدموا على رواحنا، أنت باش تجيبني في حصة هكا ولا باش أنا نقدم جديدي؟ كي تجي تحكي تقول مثال بخلي وما لا، بالعكس أنا قاعد نخرج، فهمت كيفاش؟ لكن أنت ما عطيتنيش الوقت اللي باش نوصل فيه الغناء اللي أنا نحضر فيه، فهمت؟ فما ياسر دي جيست تتصير، فما برامج تمنيت تكون موجود فيهم ما توجدتش؟ والله انا بالنسبه لي انا هذا البرنامج اللي حبيت نتعدى فيه، مش على خاطر كان ليه اقسم بالله ليه، ما 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 انا راني كلمتي نقولها، فهمت؟ انا معناها الجمعه اللي فاتت على اساس تقول لي مرحبا بك هاك بحذانا، نحن بيدنا فرحانين بوجودك وباش نسمعوك باش نفرحوا بيك. يعيشك يعيشك. لكن فما سؤال مطروح تو اللي هو مش يخصك انت برك، معناها وين المزود اليوم؟ وين الفن الشعبي؟ جات فترة طلعت مزودية صحاح، طلعت أسامي كبار في الحوم الشعبية والدنيا واحد ودي ستارات، ومن بعد سهلة لطفي معناها أنت كان معناها حضرت خاطر نحن فرد جينيراسيون، فحضرت المزود أنت كان وقت تبدا في وسط البلاد ولا في أي بلاصة ديما تسمع السيديات اللي تخرج الكل تسمعهم، سواء متاع فوزي ولا سمير ولا غيره ولا عبد الكريم ولا محمد علي يدور، خاطر فما شركات وقت، والشركات هذه عندها نقاط على كامل تراب الجمهورية، وقت اللي يخرج لك الكاسات نتاعك معناها اليوم خرجت تسمعها في تونس كاملة في الشوارع في الأحوال صحيت في وقت اللي سكرت الشركات بعدنا جملة معناها طحنا جملة. لا كأنك قاعد تقول لي ان ديريكتومون ما تأقلمتوش. مش ما تأقلمناش. ما تأقلمتوش لأنه اليوم مثلا لي رابور هما اللي قاعدين يتسمعوا. إيه في البلايص الكل، علاش؟ مش على خاطر فما شركات. خاطر الناس هذيا. خزر لي. هي موجة هي موجة أفهمني. ما فما يوتيوب وفما الدنيا وفما. قاعد نفهم فيك، لكن حتى كي تعمل باليوتيوب وبالطريقة هذيا يلزمك أنت الفن بطبيعته تبدل، إيش معناها؟ ولت الموزيكا يحبوها موزيكا خفيفه وموزيكا عالميه وتعرفني، والمزود بقى محدود في السهريات اكبر حاجه مطلوبه في تونس المزود، معناها انا نعرف روحي كي يجيني مزاودي سامحني على الكلمه ولو ان العباد يعتبروها عادي واحد هنا جمهوري يفرح والعباد تفرح ويبداو معناها الناس يقولوا سنين فلان نستناو فيه. ما هذاك صحيح، قلت لك نتاع جو نتاع مناسبات، والمزود يبقى ديما في معناها في جذورنا قال لي، اما كمش تحط يوتيوب وتعرف شنو يولوا يحبوا على الموسيقى الخفيفه، فهمت؟ جينيراسيون تبدلت راه. هنا يزمك انت تواكبهم شويه اللغه تبدلت شوي. الكلام تبدل صحيح. اللبسه نتاع المزوديه تبدلت. الحمد لله. صحيح ولا تو معناها ما يسمعكش تغني وما يعرفكش امبوسيبل مزاودي باف دادي يقول لك هذايا رابور نقصك الشركه اللي ذيك عرفتها الطويله هذيك. بالحق بالحق اللبسه نتاع المزوديه تبدلت، انا نعرفهم كالسوريه غلاف كراسه عرفتها هذيك قبل كانوا يلبسوها محلوله جوينه حكايه يبداوا يعملوا كي لطفي هذيك كانت قبل تعرفها السورية تاع حبوبك هذه وكل فما ما وانا خلطت عليها لبست منها مش مشكله.
هذيك كانت معناها في الخدمه راهي كانت في الخدمه مش موجوده عاوز بها يمشي يشرب قهوه بس لا معناها في الاستوديوهات وفي التلفزه قليل اللهم اللي بقى محافظ عليه هو الهادي حبوب أي. فهمت اما البقيه كانت تحضر في التلفزه عادي ما يلبسوهاش باش نطيروا بها انت دخلت الغنين لا يمتبع البنات برجوليه الغنيه ذي ساعه اسمع عليك انت هي غنيت على روحك الموضوع بدا علي انا بدا علي انا يمتبع البنات شنو هي قصتها احكي لي صح هي قصه مش احكي عندنا الوقت هم يضحكوا جماعتك انا صار في كباري معايا بنيه فهمت و... صديقه اي بنيه صديقه شنو ما هي بنيه مش تطلع وليد قاعدين حاسين وصاهرين ومعني عندي انا صاحبتي فهمت عندك صاحبتك اخرى اخرى هذيك صديقه اخرى صاحبتي تغرى تكرت كلموها عندها يمكن شكون يعرفها من البنات كلموها في التليفون قالوا لها راهو معاه واحده فهمت يعمل لك جيت ولت مشكله بينا وبين خليتهم وخرجت انا فهمت لحمت خليتهم يتعاركوا في الكباري وخرجت على روحي بدت فكره يمتبع البنات معناها مغاديك حسيت روحك ضايع في الفتره ذيك ضاعت ياسر مش ضايع شوي كنت اي واحد صغر و كنت بزنس كبير معلومات فادلك عليك فادلك عليك بين يعجبني فنان كي يستعرف يا اخي سامحني احسن حاجه في الدنيا ما ناخذوهاش بالمنطق الخايب راه احسن حاجه في الدنيا هي المراه داكوردو امورنا باهيه نعرف اي عاد صحيحكم كلمتين اي المراه ما مش فهمت لا قلت لك ما تفهمنيش بالمنطق الخايب ريت كيف لا ولا لا قلت لك انا بدي فهمك بالمنطق غير فهمك بمخك بالضبط عباره اسمعني عباره الراجل عباره اما انت كنت مكثر لها اكثر من معناها من اللازم مو قلبي كبير وكهو هذيك حكايه قلبي كبير يزبر شعفت ولا لا تبدلنا حتى واحد كبر مع صغير فهمت تبدلت صاروا لك برشا مشاك بالطبيعة أخي في حياة أي واحد باش تصير له مشاكل وفنان ومعروف ودارت في يدك الفلوس والشهرة الحمد لله لا أنا والله ما استغليت بالشهرة معناها حتى أصحابي يعرفوني ولا الأولاد ما عنديش معناها ما خرجتش من قشرتي معناها بقيت كيما أنا كيما نعيش كيما كنت صغير كيما تو فهمت سمعنا بيك خاطر تو حكيت حكاية وميم طون تحكي لي تحكي فيها ومازلت تحب البنات والريقه هذيا الكل وانت وميم طون قريب تعرس لا مازلت شنو هي؟ مازلت فما مشروع سمعت فما مشروع هو كان فما مشروع وبطل وكهو فهمت؟ بطل ذا اللي من الكلام هذا اللي قلته سبقت هي قالت انا سبقت انا باش نطلع انا اللي بطلت وكهو لا لا فما صعيبه فنان اليوم يعرس ومشروع والله علاش لا لا بالعكس لا بالعكس كي اخزر لي راهو يقول لك فنان وصعيبه ويلزم المراه تصبر عليه هذا كله غلط راهو يكذبوا على نساهم فهمت خاطر ينجم يخدم يكمل يخدم ويروح على روحه الزايد ينحيه وكهو هو باش يخرج قداه باش يبقى في الشارع معناه باش يخدم ثلاثة سوايع على طارت ويروح على روحه مشى مثال العشرة يروح مس ساعة مس ساعة ونص يكون في داره معناه كي ينظم روحه هذيك حكاية أخرى وكي هو يحب يعيش كما نقولوا في الزايد يحطها في الفنان وكهو أما فنان راهو عادي أنت بيدك معناه وجه معروف والناس كل تحبك وكذا كي تحب تنظم روحك تنظم روحك علاش تحكي عليا خاطر انت كيف خاطر انت كيف انا كيفك نحب البنات نحب البنات نتصور بنحب المعيز بيان سور نخزر انا بولادي صغاري اما نخزر ومرتي تعرف قلت لها نخزر اي لكن نخزر ونثبت زاده مش نخزر وما تفوتهاش اما ما تفوتهاش لا شنو زاد وهو صريح مع مرتي باش تشدي نغز قول لها ليه ليه وفما عندك رجال كبار تعرف فاش يغزروا تو انا نغزر ومرتي قلت لها راني نغزر نثبت ربي خلق حاجه مزيانه نثبت فيها رجال كبار كي تبدا معاه مرته يعرف روحه ما عادش ينجم يكحل يقولها شو كيف لابسه انا نطلع عليها شو شو كل لبسه ويقعد تبع فيها كان جيت مرتي نربيك يقعد تبع فيها إيه انت علاش تخزر سامح انت علاش تخزر هذيك عاد باش ندخلوا في مواضيع كبيره يا قل لي علاش انت تخزر تنقول لك علاش انا نخزر انا نخزر ونكمل ف
فهمت كي كهو لا خاطر عازب انا عازب نعرف اي اما انت عازب حتى عازب ما عندكش الحق تكمل تغزر وكهو عليه تغزر ومن بعد تخطب انت نورمال علاش تخطب طول تبدلت الدنيا باه باش نحكيو على الموسيقى باش نحكيو على جديدك عذبني حبي باقي واحد مع البنات في لا 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 موضوع حقيقي لا حب الكل حب الدنيا باقي واختاني اختاني على شكون صاحبك واحد مرجك على صاحبي بالرسمي بالرسمي اختاني على شكون هي اختاني ما تفكرنيش يا صاحبي معناها فكرني في حاجة كانت واجهتني وكهو هي شنية هي شنية معزة ما يبنية شنية شديتني شنية نتقتل نتقتل صحيت كتستار يا خويا خلي جمهورك اللي تبع في الغناء يعرفك علاش تحكي يعرفني على حقيقتي لا مش على حقيقتك يعرف فاش يغني بالك شي سخاي اللي اخر اختاني تو لك كمان لا لا يفهموها بيه فهموها هما فهموها عذبني حبي قصه اخرى قصه معناها حب من طرف واحد لا فيه خيانه لا فيه حتى شيء وهو بقت في الميموار نتاعو معناها القصه معناها عايش اللحظة اللي هو فيها ويتمنى معناها الطرف الآخر يجاوبه فهمت كيفاه في الإحساس هذاك في السنتيمون نسمعوهم بعد نحكيو عليها نسمعوهم تفضل
ما عادش باش نسالك الاسئله نتاع شكون هذيا واحد قريت على روحك قبيله فهمتي شو ولا مش مشكل لكن فما واحده حبيتها وما على بالهاش بيك لا الموضوع انا عجبني وخذيت الموضوع خاطر معناها صاير فهمت معناها تلقى ساعات كيما معناها من المراه ولا معناها تصير معناها تعجبه ويحبها وكذا وهي تبدا مش حاسه به وكذا هو الموضوع كذا بالطريقه هذه صحيح انك قعدت عام كامل ما تغنيش مره على خاطر صار عليك اعتداء في الحمامات اي تضربت هنا في فمي بقيت بريسك عام وشوي وين كيفاش تضربت؟ والله هي مشكله هي صارت فهمت؟ تضربت في باب حديد عركه معناها؟ اي عركه هي عركه انت عاركت معناها والله ليه هي ما معناها كي صارت الحكايه انا تجنبت العركه فهمت ومن بعد كي نلقاها معناها مش باش تتفضي يلزمها عركه وكذا ومن بعد تضربت في باب التحديد قعدت عام ما تنجمش تغني اي فمي بالحديد مسكر عندك علاقه ممتازه مع المزوديه الكل ومع الفنانين الشعبيين الكل الحمد لله الحمد لله معناها مكثرهم باش نسالك اسئله وانت تجاوب نجاوبك شكون اضمر فنان شعبي في تونس سمير لوسيف تفهم حكايته يحكي لك بيش اصحاب ولاد حومه اي تفهم ويحكي لك انا راه نقابله كل جمعه يحكي سمير ما تفهم شيء فهمت كيف يقول لك شنو مره قلت له شبيك ما جيتنيش لليميسيون مره استدعيته صباح حرقت مشيت له لسوسه قلت له خويا علاش ما جيتنيش لليميسيون قال لي والله بعثت الفرقه هي الفرقه صحيح جات قال لي وشريت لهم كلاست 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 عرضني يا محمد يا الله يرحمه قال لي شو ساقي مريضه تحك فيا توا كيفاش نعمل قلت له هكا وعندك الحق قنعتني صاحبي لا هو تحيه سمير لوسيف صح هو معناها في الدنيا معناها ضامر لا صاحبنا ومحليه لا ضامر هو لا فدليك به سؤال اخر شكون اكثر فنان شعبي بزناس ويحبوه البنات اختاني خاتلي انت والله ليه ما متذكرني كنا ابو نتبولدو كنا كيف شكون اكثر واحد سبورتيف محمد علي الاصفر علاش قلتها وتتبسم خاطر محمد علي ما عندوش لواء وين يدور مسكر كلمتين وما يبانش بحلاه جال هنا تبارك الله عليه ليه باهي محمد علي اما في الدنيا مسكر قال لي من ما يعديش كلمة وربركة شكون أكثر فنان شعبي كعبة ليه في الفرنسي؟ أنا أنت عندك برشا ألقاب قاري برا حسيته في السردة في البيكون شكون أكثر واحد في الفنانين الشعبيين أحطايتي؟ خلاف حبوبة حبوبة عنده لبسته عنده نعرف 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 مش حكايتي ليه نحبوه هذاك المعلم فهمت كيف؟ ونحب انا مثال اكثر واحد نحبه في الفن الشعبي هو الهادي حبوب شكون اكثر فنان في الفن الشعبي حطايتي؟ ولا كلهم يلبسوا محسوب باهين شكون اكثر واحد فيكم في الفن الشعبي مخماخ؟ اي مخمخ محمد علي الاصفر زاد القضايا الكل يا ودي القضايا يقول في محمد علي ياكل ويترين ياكل ويترين ياكل ويترين وكلمتين ما يعديهمش شكون اكثر واحد فيكم مغروم بالقعدات؟ اختان يحب جازوز بالكشكوش سمير اي سمير ما يلعبوا حد سمير سمير ما يكفش ربي يسامحك يا سمير صديقي الوقت كان معاك يعني تعدى فيسع وانا بيدي فرحان اول مره تقابلنا وحكينا وباش نشكرك انا عن طريق زملائي كان معناها في شقلق اللي انت معناها قاعد تعدي لهم في البرودويات نتاعهم وباحترام وبكل كيما نقولوا معزه خاطرك فنان وان شاء الله يا ربي تبقى في النيفو هذا وتولي حتى خير وانت في نيفو كبير ورانا نحبوك شكرا صاحبي ربي فضلك نخلي لك كلمه الختام كلمه الختام ان شاء الله ربي يحفظ لنا بلادنا وان شاء الله اي انسان يتمنى حاجه ربي يكتبها له في الوقت هذا وان شاء الله ربي يحفظ لنا اماتنا وبياتنا وان شاء الله ديما القادم خير وكهو ربي يرضى علينا الدنيا واخره. شكرا شكرا. باش سكروا معك.
نغنيه شويه ما بنو يا ليلي. ما بنو يا ليلي. بجمل عيون وصرارة بيها مفتون وصرارة بيها مفتون خلات العقل يجن تونسية أم الكمون صادتني بجمل عيون تونسية أم الكمون صادتني بجمل عيون وصرارة بيها مفتون وصرارة بيها مفتون خلات العقل يجن ويا ليلي ويا ليلي يا ليلي ويا ليلي يا ليلي ويا ليلي حلف ما نغمض عيني حلف ما نغمض عيني يا ليلي ويا ليلي يا ليلي ويا ليلي يا ليلي ويا ليلي حلف ما نغمض عيني حلف ما نغمض نشوف يما من اللي راح وخلاني وانا ضايع دليل يا ليلي ويا ليلي يا ليلي ويا ليلي يا ليلي ويا ليلي حلف ما نغمض عيني 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 حلف ما نغمض عيني